مؤتمر بال يمثل الانطلاق العملية للحركة الصهيونية. من منكم يعرف بال؟ حد يسمع عن في بال؟ بال هي كلمة أو مدينة مدينة في سويسرا انعقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول. تمام؟ انعقد في مدينة بال في سويسرا المؤتمر الصهيوني الأول، وهذا المؤتمر كان النقطة الجوهرية والتحول الأساسي للحركة الصهيونية. فقد قلت تحولت من مجرد فكرة إلى حركة سياسية ضمت اليهود. إذن هذا ثانيا مؤتمر بال يمثل الانطلاق العملية للحركة الصهيونية. طبعا انعقد هذا المؤتمر في مدينة بال في سويسرا. أبرز قادة هذا المؤتمر هو تيودور هرزل. إذن تيودور هرزل هو المؤسس طبعا الأول أب الروحي لإقامة لدى اليهود، لأنه ساهم في إقامة الوطن القومي لهم على فلسطين، وهو من أبرز دعاة حقيقة. تيودور هرزل كان من أبرز دعاة لإقامة هذا الوطن في فلسطين طبعا. وهذا الوطن لا يمكن أن يقام إلا إذا لم يحظى بدعم دولي واعتراف به طبعا. وطبعا نأخذ في الفقرة القادمة كيف حشد الدعم لإقامة هذا الوطن. فعقد هذا المؤتمر في مدينة بال عام 1897، وقد مثل الانطلاق العملية للحركة الصهيونية. لماذا؟ لأنه شكل المنظمة الصهيونية، وهي التي طبعا فتحت باب أو فتحت الطريق لإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين. هذا هو مؤتمر بال. عقد هذا المؤتمر في مدينة بال في سويسرا عام 1897، وقد ترأسه تيودور هرزل الذي أدرك أن إقامة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين يتطلب تأمين استقلال سياسي يتبعه اعتراف دولي. وعد هذا المؤتمر الانطلاق العملية للحركة الصهيونية. تعليل هام جدا. لماذا عد مؤتمر بال الانطلاق العملية للحركة الصهيونية؟ نقول لأنه أعلن تشكيل المنظمة الصهيونية، وهي اللبنة الأولى التي فتحت الطريق أمام إقامة الكيان الصهيوني. ما هي أهداف المؤتمر؟ عقد هذا المؤتمر، ترأس هذا المؤتمر تيودور هرزل. ماذا نتج عن هذا المؤتمر؟ هام جدا. ما هي أهداف مؤتمر بال عام 1897؟ أولا تشجيع استيطان العمال اليهود في فلسطين. إذن أول هدف شجعوا على استوطين العمال اليهود والصناعيين اليهود في فلسطين. ثانيا توثيق علاقات اليهود فيما بينهم عبر مؤسسات تجمع شتاتهم. إذن أقاموا منظمات ومؤسسات تجمع شتات اليهود وتوثق العلاقات فيما بينهم. كذلك الهدف الثالث اتخاذ خطوات عملية لتأمين الاعتراف الدولي بالمشروع الصهيوني. إذن ثلاثة أهداف نتج عنها مؤتمر بال في سويسرا. الهدف الأول تشجيع استيطان العمال اليهود الزراعيين والصناعيين في فلسطين. ثانيا توثيق العلاقات بين اليهود طبعا عبر مؤسسات تنمي الوعي القومي لديهم. ثالثا المباشرة في اتخاذ خطوات عملية لتأمين اعتراف دولي بالمشروع الصهيوني. إذن هذا هو مؤتمر بال في سويسرا عام 1897. من يقرأ لي هذا المؤتمر؟ مؤتمر بال للانطلاق العملي للحركة الصهيونية. عقد هذا المؤتمر في مدينة بال في سويسرا عام 1897، وقد ترأسه تيودور هرزل الذي أدرك أن إقامة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين يتطلب تأمين استقلال سياسي يتبعه اعتراف دولي. وعد هذا المؤتمر الانطلاق العملية للحركة الصهيونية، إذ أعلن تشكيل المنظمة الصهيونية وهي اللبنة الأولى التي فتحت الطريق أمام إقامة الكيان الصهيوني. أهداف المؤتمر تشجيع استيطان العمال اليهود الزراعيين والصناعيين في فلسطين. اثنين توثيق العلاقات بين اليهود عبر مؤسسات مع تنمية الوعي القومي لديهم. ثلاثة المباشرة في اتخاذ خطوات عملية لتأمين اعتراف دولي بالمشروع الصهيوني. إذن هذه هي أهداف المؤتمر. أحسنت يا مولانا.